حتشوف a real live pageant system. عندكم 30 contestants, عندكم top 15, top 10, top 5, and then 4, 3, 2, 1. وهذا هو واحد من التغييرات بالمسابقة هالسنة. فكمان تم اختيار الأرزة لتكون اللوجو الجديد ونعمل نيو فيرجن لأغنية للصبي الملكي بصوت هبة طواجي. ومش بس هيك, فنيكولا جبران رح يهتم بإطلالات المتسابقات واللي لأول مرة تم الكشف عنهم قبل ليلة التتويج. القصد كان two things. واحد, حبيت العالم تتعرف على الصبايا لأنه كل سنة بحس في disconnection بين الأورينس والصبايا. على عرش الجمال توجه ملكي والزنب إطلال ومزين المملكي. هالسنة عنا لأنه عنا organization مثل لبنان organization قدرنا نعمل شيء إنه ندرب الصبايا إنه دغري بس عرفناهم بلشنا بالorientation, بلشنا بالconsultation, بلشنا بفitting, know what to expect and know what it's like. وليكونوا فعلا جاهزين لهالتجربة أخذوا كورسز مخصصة بالجامعة لمدة شهرين. بحس أنا إنه مش عم بعمل شيء غير كل عم بعمل إنه عم حضرهم, حضرهم نفسيا, محضرهم إنه أنا مش جاي أعلمكم شيء, أنا جاي أساعدكم. أنتوا already amazing. جزء من هالتحضير الكبير هو تجهيزا للميس يونيفرس. صبية اللي بتجي من لبنان عندها البريزنس, بتعرف تحكي, بتعرف تجاوب, like she's ready, بس ما كان عندها connection. وريما حرصت كمان انه تكون لجنة التحكيم بمستوى احترافي عالي, من بينهم ميس يونيفرس الحالية ديمي لي نيل بيترز. What more can you ask for إذا عندك الصبية اللي لابسة التاج اللي نحن نتمنى نجيبه على بلدنا؟ إن شاء الله بتعرفوا more about the jury leading up to the day. وترندينج بيكشف لكم حصريا عن خطوة رح تسبق الحفل الكبير. أنا عاملة preliminary competition, هي هيدي أصول الpageant, it's private. We hope that the celebrity judges will be the ones in the preliminary judging. وهالليلة اللي بتكون كلها غلامر مش غريب انه يحييها اكثر من سيلبريتي, منهم فريش مونتانا مايا دياب اللي حماسها كان واضح لما قابلناها بمهرجان الجونة. توقعوا ليلة لا تنسى بمس لبنان هالسنة. وغير هالنجوم أكيد حيكون في أهم الأسماء بلجنة التحكيم من الفن والجمال والإعلام. صحيح, ومن بينهم نادين سيبنجيم, جورج قرداحي, عادل كرم ونانسي عجرم.